موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال ابن جرير رحمه الله: هذا أمر من الله تعالى ذكره لنبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بإبلاغ اليهود والنصارى الذين كانوا بين ظهراني مهاجره المدينة. يقول تعالى ذكره له: قل يا محمد لهؤلاء اليهود والنصارى: يا أهل الكتاب التوراة والإنجيل، لستم على شيء مما تدعون أنكم عليه مما جاءكم به موسى صلى الله عليه وسلم معشر اليهود، ولا مما جاءكم به عيسى معشر النصارى، حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم مما جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم من الفرقان، فتعملوا بذلك كله وتؤمنوا بما فيه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه، وتقروا بأن كل ذلك من عند الله، فلا تكذبوا بشيء منهم، ولا تفرقوا بين رسل الله فتؤمنوا ببعض وتكفروا ببعض، فإن الكفر بواحد من ذلك كفر بجميعه، لأن كتب الله يصدق بعضها بعضا، فمن كذب ببعضها فقد كذب بجميعها. عن ابن عباس قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع بن حارثة وسلام بن مسكين ومالك بن الصيف ورافع بن حرملة، فقالوا: يا محمد، ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بما عندنا من التوراة وتشهد أنها من الله حق؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ عليكم من الميثاق، وكتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس، وأنا بريء من إحداثكم. قالوا: فإنا نأخذ بما في أيدينا، فإنا على الحق والهدى، ولا نؤمن بك ولا نتبعك. فأنزل الله: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، إلى قوله: فلا تأس على القوم الكافرين. قال ابن زيد: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، قال: فقد صرنا من أهل الكتاب التوراة لليهود والإنجيل للنصارى، وما أنزل إليكم من ربكم وما أنزل إلينا من ربنا، أي لستم على شيء حتى تعملوا بما فيه.
لفظ قد صرنا ده لفظ فيه غرابة يعني، مش نفس اللفظ عندكم؟ ربما كان المعنى والله أعلى وأعلم أنهم يقولون أننا صرنا من أهل الكتاب، فلا حاجة لنا إلى الإيمان بك التي قبلها، يعني كأن هذا من كلامهم. فقال لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، فلستم مؤمنين بالتوراة ولا مؤمنين بالإنجيل حتى تؤمنوا بما أنزل إليكم من ربكم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن التوراة والإنجيل فيها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به، فإذا أنتم أبيتم أن تؤمنوا به فلستم على شيء. الله أعلم، كأن في الكلام حذف. ما أقول في الكلام فيه اختصار فيه إخلال، كأن في سقط يعني، في سقط جاي أكثر من في الآية التي تلي. قوله تعالى ولا زيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين، يعني تعالى ذكره بقوله ولا زيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وأقسم لا يزيدن كثيرا من هؤلاء اليهود والنصارى الذين قص قصصهم في هذه الآيات الكتاب الذي أنزلناه إليك يا محمد طغيانا، يقول تجاوزا وغلوا في التكذيب لك على ما كانوا عليه لك من ذلك قبل نزول الفرقان. يعني هم كان عندهم طغيان وتجاوز لحدود الشرع الذي أنزل عليهم، وطغيانا في إنكار بعثته صلى الله عليه وسلم. كلما أنزل شيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ازدادوا كفرا، كانوا كفارا وازدادوا كفرا. يقول وجحودا كفرا، يقول جحودا لنبوتك. قد أتينا على البيان عن معنى الطغيان فيما مضى قبله، لأن الطغيان له التجاوز الحد والغلو. فلا تأس على القوم الكافرين، يقول فلا تحزن، فلا تأس فلا تحزن. يقال أسى فلان على كذا إذا حزن، يأسى أسى. ومنه قول الرادز وأبخلت وأبخلت عيناه من فرط الأسى، وأبخلت عيناه من فرط الأسى. يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تحزن يا محمد على تكذيب هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى من بني إسرائيل لك، فإن مثل ذلك منهم عادة وخلق في أنبيائهم، فكيف فيك؟ عن ابن عباس ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. قال الفرقان، الفرقان زادهم كفرا، مع أنه هو سبب الهداية، كما أن الماء سبب لإنبات الأرض بالخيرات، إذا كان فيها بذر فاسد أنبت السموم والفساد. البذر الخبيث في الأرض الخبيثة إذا نزل عليه الماء أنبت شرا، فهذا الذي في قلوبهم ليس لأن الماء هو سبب الشر،
الذي حدث أو هو سبب السموم، ولكن لأن الأرض الخبيثة والبذر الخبيث هو الذي لا ينبت إلا ذلك. فكذلك هؤلاء الكفار يزدادون كفرا إذا سمعوا القرآن وإذا علموا ما أنزل الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تأس، يقول فلا تحزن عن السدي، فلا تأس على القوم الكافرين لا تحزن، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول تعالى ذكره: إن الذين صدقوا الله ورسوله وهم أهل الإسلام، والذين هادوا وهم اليهود، والصابئون وقد بينا أمرهم. والصحيح أنهم كانوا أهل توحيد ولا يعرف لهم كتاب. قال: والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر فصدق بالبعث بعد الممات وعمل من العمل صالحا لمعاده فلا خوف عليهم فيما قدموا عليه فيما قدموا عليه، للأسف متشكلة خطأ، فيما قدموا عليه من أهوال القيامة، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم من الدنيا وعيشها بعد معاينتهم ما أكرمهم الله به من جزيل ثوابه. وقد بينا وجه الإعراب فيه فيما مضى قبل بما أغنى عن إعادته. والموضع ده فيه كلام كثير، لا أدري أين ذكره، إن هذا الإعراب بتاعه موضع مستقل. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: قل يا محمد، يا أهل الكتاب لستم على شيء، أي من الدين، حتى تقيموا التوراة والإنجيل، أي حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتاب، من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء، وتعملوا بما فيها. ومما فيها الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بمبعثه والاقتداء بشريعته. ولهذا قال ليث ابن أبي سليم عن مجاهد في قوله: وما أنزل إليكم من ربكم، يعني القرآن العظيم. وقوله: ولا زيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، تقدم تفسيره. فلا تأس على القوم الكافرين، أي فلا تحزن عليهم ولا يهيدنك ذلك منهم، يعني لا يصدنك ذلك عن الحق الذي جئت به أن تدعو إليه ونحو ذلك. ثم قال: إن الذين آمنوا وهم المسلمون، والذين هادوا وهم حملة التوراة، والصابئون، قال لما طال الفصل حسن العطف بالرفع، كأنها مبتدأ، كأنها جملة مبتدأ. والصابئون طائفة بين النصارى والمجوس ليس لهم دين، قاله مجاهد. وعنه بين اليهود والمجوس، وقال سعيد بن جبير بين اليهود والنصارى، بين دي اللي هي الفترة الزمنية أو تشابه فيما عندهم من التزامات، لكن يستحيل أن يذكر الله عز وجل من آمن منهم بالله واليوم الآخر ولا يكون عندهم دين. الصابئة الموجودين حاليا اسمهم صابئة في العراق، ممن يعبدون النجوم، بالتأكيد ليسوا هؤلاء، كما أن اليهود والنصارى الموجودون حاليا ليسوا ممن آمن بالله واليوم الآخر، ولا يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر من كذب رسل الله وكذب القرآن وكذب
الله عز وجل فيما شهد به من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، كما لا يكون مؤمنا باليوم الآخر من لم يحرم ما حرمه الله ورسوله، كما قال عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. القضية في الإيمان باليوم الآخر ليس مجرد الإيمان بأن هناك يوم آخر، بل لابد أن يؤمن أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وأن الكفار مخلدين في النار. فإذا لم يعتقد ذلك واعتقد خلافه كاليهود الذين قالوا إننا نبقى في النار أياما معدودات ثم تخلفونا فيها، يعني المسلمين، فهذا كفر باليوم الآخر. كالنصارى الذين يقولون أنه لا يدخل الجنة إلا المثلثون، إلا العابدون للمسيح وللروح القدس مع الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فهؤلاء ليسوا مؤمنين بالجنة. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: فأما اليهود في قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال: هم اليهود كفروا بالقرآن، كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذين كذبوا بآيات ربهم ولقائه. فاليهود كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة، فقالوا ليس فيها طعام ولا شراب، لأنهم كذبوا بشيء مما وصف الله به الجنة. فكيف بمن يزعم أن أهل الجنة هم المشركون، وأن أهل النار هم الموحدون، هم أهل الإسلام؟ هكذا قال اليهود والنصارى، فلذلك لم يكونوا مؤمنين باليوم الآخر. فلا يكونوا الآن كيف تنطبق عليهم وهم لو آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد صاروا من الذين آمنوا؟ أقول: إما باعتبار أنهم كانوا قبل ذلك من اليهود والنصارى، كما قال عز وجل في النجاشي الذي أسلم: ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إذن آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم فسموا نصارى باعتبار ما كانوا قبل ذلك، أو أن هؤلاء الذين آمنوا بالله واليوم الآخر كانوا على التوحيد والإيمان بالكتب والرسل واتباعهم، ولم يبلغهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم، كمن كانوا في زمن موسى مع موسى، ومن كانوا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، من كانوا في زمن عيسى مع عيسى كالحواريين، أو كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تبلغهم رسالته. وأما اليهود فكيف يمكن أن يكون يهوديا على الحق مؤمنا وهو لم يؤمن بعيسى فيصير نصرانيا؟ نقول إن من لم يبلغه خبر عيسى صلى الله عليه وسلم على أنه رسول الله فهو معذور، إذ لم يؤمن به، إذ لم يبلغه خبره. والنصارى يبلغون الناس عن المسيح كذبا وزورا أنه يقول بالتثليث، وأن الله ثالث ثلاثة، وأنه هو الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فمن لم يبلغه خبر المسيح على الحقيقة كما أخبر الله عز وجل عنه، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، من لم يبلغه خبره على الحقيقة لم يلزمه الإيمان به، أن إلا ما كان
من بشائر به في التوراة فهم مؤمنون بها، ولكن لا يقولون هذا هو الذي ذكر. الغرض المقصود أن هؤلاء الذين مدحهم الله ووصفهم بالإيمان والعمل الصالح والإيمان باليوم الآخر لابد أن يكونوا متبعين لأنبيائهم على التوحيد، غير مكذبين لنبي بلغهم خبره ورسالته. من كذب رسولا قد كذب بجميع الرسل. هذه الآية، هذه الآية الكريمة هي في من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمنه لم يبلغه خبره، أو كان في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه خبره على الحقيقة. قال وعن الحسن في الصابئين إنهم كالمجوس، وقال قتادة هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى غير القبلة ويقرؤون الزبور. الحقيقة أن هذه الأقوال تنافي أن يوجد منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر، إن عبادة الملائكة وقوم يشبهون المجوس ونحو ذلك كلها أقوال تدل على عدم الإيمان. قال وهب بن نبه هم قوم يعرفون الله وحده وليست لهم شريعة يعملون بها ولم يحدثوا كفرا. هذا أحسن الأقوال. وقال ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال الصابئون هم قوم مما يلي العراق وهم بكوثة، وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون كل سنة 30 يوما ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات وقيل غير ذلك. طبعا هذه الأشياء كيف يكونون مؤمنين بالنبيين كلهم ويبقى اسمهم صابئون، لا يهود ولا نصارى ولا مسلمون؟ قول الأول أقرب، أو أنهم ليسوا من بني إسرائيل فآمنوا بالرسل ولم تلزمهم شرائعهم إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، ده محتمل. أما ذكر أنهم يصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات فيحتاج إلى نقل وبيان. اللي موجودين دلوقتي معتقدين في النجوم، ودي من الدين المبدل عن أصله الذي كان فيه توحيد. قال أما النصارى فمعروفون وهم حملة الإنجيل، والمقصود أن كل فرقة آمنت بالله واليوم الآخر وهو المعاد والجزاء يوم الدين وعملت صالحا، ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين، فمن اتصف بذلك فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا على ما تركوا وراء ظهورهم ولا هم يحزنون. وقد تقدم الكلام على نظيرتها في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته في هاهنا. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.